ينضم إلينا مراسل غد علاء عبود. علاء، قبل يعني التطرق إلى الوفود ومن من المشاركين وصلوا حتى الآن من الزعماء العالميين، يعني لو تحدثنا عن خطاب كاميلا الملكة القرينة وكيف تلقاه البريطانيون؟ هناك كوثر حالة من الإيجابية لكل الفعاليات الملكية التي تجري في مراسم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما تم وصفها في الخبر. الملكة القرينة كاميلا في كلمتها المتلفزة الأولى أشادت بالملكة وبمواقفها وذكرت مناقبها وتحدثت حتى عن جمال وجهها وجمال عينيها وابتسامتها. أيضا هناك قالت إن هذه الملكة، هذه الأيقونة في التاريخ البريطاني، أدت دورا كبيرا بالنسبة للتاج البريطاني على مدى 7 عقود الذي مرت فيه المملكة المتحدة بأزمات مختلفة، ليس فقط المملكة المتحدة بل العالم كله، وكانت عنصر استقرار وعنصر توحيد في المملكة المتحدة. الكل، ليس فقط الملكة القرينة كاملة، الكل يتحدث عن مناقب هذه الملكة وأنه بفقدانها فقد التاج البريطاني ماسة أساسية في هذا التاج. هنا في بريطانيا الكل حتى على مستوى العامة يستذكرون الملكة، وهناك كثير من الناس الذين بدأوا التخييم منذ 8 أيام في أرجاء مبنى وستمنستر وحتى قرب قصر بنغهام الملكي في وسط لندن. يتوقع المراقبون أن يحضر إلى لندن أكثر من 1 مليون شخص هذا اليوم.